كريم، تعال نروح انا وانت للمباراه الاولى. المباراه الاولى انت شفتها ازاي فنيا؟ بعض الناس بتقول انها نتيجه تقلق، هل انت شايف ان نتيجه 1-0 تقلق، ورؤيتك للمباراه الاولى؟ خلينا كابتن هاني نحط بعض المبادئ اللي نتفق عليها. ان احنا بنلعب اقوى منتخب في افريقيا، سواء كان من الناحيه التكتيكيه او حتى من ناحيه الافراد، فعلا منتخب طيب. فيه كم هائل من اللاعبين، كل خط هنلاقي فيه نجم عالمي مش نجم قاري، يعني سواء مندي كوليبالي اسماعيل اسار ساديو ماني، ففعلا كل خط في خطوط منتخب السنغال خط فيه نجم عالمي. وبالتالي احنا لما نيجي نحط حظوظنا او حتى الجهاز الفني، احنا اعتبرنا نفسنا من الجهاز الفني وبنحط النتائج اللي احنا بنامل الوصول ليها، اكيد بدون شك الفوز باي نتيجه في مباراه الذهاب والخروج بكلين شيت والشباك نظيفه ده امل مهم جدا، يعني تارجت كبير قوي 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 للجهاز الفني قبل ما يروح يلعب في دكار. صحيح. انا النهارده بقول للسنغال انا 90 دقيقه على ارضي لم تتمكن من هز الشباك بتاعتي، وبالتالي انا في اي لحظه اقدر احط في مرماك هدف هناك هستغل مبدا القاعده الهدف بهدفين، وما زال مستمر في القاره الافريقيه على خلاف قاره اوروبا. وبالتالي انا بشوف النتيجه احنا وصلنا لها نتيجه ممتازه جدا. في مشاكل بكل تاكيد، كل مليون تاكيد احنا عندنا مشاكل حصلت وبانت في الشوط الثاني. بعض الهجمات الحمد لله انتهت فعلا بكل امانه بدعاء الوالدين، في هجمات كانت غريبه جدا هي تخلص بالشكل المنتخب السنغالي، كانت غريبه، واحنا الهدف بتاعنا طبعا الحمد لله وفينا فيه التوفيق كتير ان الكوره ردت من العارضه وخبطت في المدافع ودخلت المرمى. لكن حضرتك طبعا يا كابتن هاني طبعا يعني ادرى الناس ان في الرياضه بشكل عام كره القدم التوفيق عامل مهم جدا للعيبه طبعا، وكمان الاداء المعنوي ليك، انت ما بتحس ان النهارده اليوم ماشي معاك صحيح، بتقدم ما يعني اقصى او اكثر مما انت كنت مخطط ان انت تقدمه. وبالتالي بشوف لا احنا يعني خرجنا المهم بنتيجه مهمه اللي هنبني عليها مباراه الاياب. طبعا ماتش الذهاب زي ما قلت في مشاكل كتيره، نتمنى ان يكون الجهاز الفني وكيروش قعدوا خلال 72 ساعه دول عشان يحلوا المشاكل اللي ظهرت في مباراه. انت شايف ايه المشاكل اللي ظهرت يا كريم؟ يعني برضو هو فريق الاعداد طبعا محضر لنا بعض الارقام وبعض الاحصائيات بالنسبه للمباراه الاولى، لكن عايز اخد رايك ايه المشاكل اللي قابلتنا في مباراه السنغال الاولى. بص خلينا نتكلم بصراحه يا كابتن ونفتح اهم نقطه. ونفتح اهم نقطه، انا في وجهه نظري حاسس ان فيها يعني ايه خلط ومغالطه في بعض الكلام اللي بيظهر للساده المشجعين. بمعنى هناك فارق شاسع ما بين مدرب منتخب ومدرب نادي، نبقى واضحين مع بعض. أكيد. مدرب النادي اللعيبه تحت ايده يوميا، هو اللي بيحط الخطه الشامله للموسم كله للعيبه دي. صحيح. مدرب المنتخب بيستلم اللعيبه فترات قليله جدا جدا في السنه، يعني بنتكلم من 3-4 مرات في السنه المدير الفني للمنتخب بيقدر يستلم اللعيبه ويقدر يحط التاكتيك اللي هو عايزه للمنافسات الدوليه مش المحليه. وبالتالي المدير الفني للمنتخب احنا بنحاسبه على القرارات وليس على تطوير اللاعبين، يعني بكامل احترامي والله والله لكل الاراء. لا ما صحيح، اصل ما فيش مدرب منتخب بيطور لعيب. مستحيل، ما حدش يقول لي ان في مدير فني منتخب علم لعيب معين خده معاه في الماتش ده ان هو يعمل يعني مثلا هدي مثلا بسيط هو واضح ومباشر. التشيب باس اللي عملها عمرو السوليه لمحمد صلاح هو ليس هدف، يعني المهارة دي لم يعلمها الجهاز الفني المنتخب لعمرو السولية في التمرين، ده مستحيل، ده ما حصلش. احنا بنتكلم على مهارة فردية من لاعب بيعملها بقاله كتير جدا. هنتكلم ايه بقى هنا على التكتيك نفسه اللي مصطفى محمد سرق فيه المدافع عشان يفرغ المساحة لمحمد صلاح انه ينفرد وراه، انا هنا اتفق. انما المهارات بتاعت اللعيبة والاسلوب اللي لعبوا بيه يعني ايه والجزء المعنوي، لا ده افراد لعيبة. طيب احنا بنحاسب الجهاز الفني للمنتخب على ايه؟ على القرارات والاختيارات.